نعم هبة، يعني ريتشل كانت صوتا مألوفا لجمهور الإذاعة الإنجليزية، كانت مذيعة وقارئة نشرة، قدمت برفقة ديبورا ولورين برنامجا عن السرطان وكيفية التعامل مع آلامه الجسدية والنفسية. هو في برنامج يومي أند بيكسي، بيكسي هو إشارة إلى السرطان مع كلمة كانسر باللغة الإنجليزية. في نوفمبر تشرين الثاني عام 2016 ريتشل تلقت اتصالا من طبيبها بأنها مصابة بالسرطان الثدي، وتحدثت عن ذلك في إحدى حلقات برنامجها كما سنستمع في هذا التسجيل. The call came through and he said, you know, I'm really sorry, it's the cancer, it's back and it's all in the skin around the chest. So what was your immediate thought? Yeah. I can't swear. If I would swear next to a microphone, it would be the word that you're thinking that I would have said. And I just couldn't believe it. And little Freddie was just playing innocently away in this little tyre in the barn. And I was just like, my poor, poor little Fred. إذن مها، كما استمعنا ريتشل تقول أن أول من جاء في بالها بعد تلقي هذا الخبر هو طفلها فريدي. هي أيضا وثقت هذه الرحلة في مدونة لها حازت على جائزتين، حدثينا عن هذا. صحيح، يعني هذه المدونة حملت اسم بيج سي لاتل مي أو السرطان الأكبر، يعني كانت تحرص تقريبا تستخدم يعني حرف سي باللغة الإنجليزية تعبيرا عن السرطان في مواجهة أنا الصغيرة، وضعت عليها صورا لأحلى اللحظات التي عاشتها، صور للزفاف، صور لأسرتها الصغيرة، تحدثت أيضا عن زوجها وابنها الصغير فريدي، وشاركت على المدونة صورا خلال خضوعها للفحوصات والعلاج، وكيف أن ذلك أثر بالفعل على أنها يعني لم تستطع أن تنجب طفلا آخر ليكون شقيقا لابنها. يعني هو في النهاية قدمت أيضا معلومات للمصابات بمرض سرطان الثدي من أجل التوعية أكثر يعني بما يحدث بمخاطر هذا المرض وكيف من الممكن أن يتغلبنا على ذلك وعلى أثره النفسية أيضا.